أزمة جديدة قديمة تتفجر بين الدب الروسي وواشنطن، عنوانها أوكرانيا مرة أخرى، بعد اتهام روسيا الولايات المتحدة بالتدرب على استخدام أسلحة نووية ضدها على خلفية تحركات عسكرية روسية وصفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمريبة على الحدود الأوكرانية. أزمة من شأنها أن تعمق العلاقات المتدهورة أصلاً بسبب خلافات حول العديد من الملفات. روسيا محقة، لأن حتى طبيعة التدريبات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية كأنها تجهز وكأنها تقوم بالتدريب على حروب نووية وحروب استعمالات أسلحة استراتيجية، فبالتالي يمكن القول بأن روسيا محقة في ذلك. إن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فيما يتعلق في السياسة الدولية، وأيضا وجود موضوع أوكرانيا والموقف الروسي في موضوع جزيرة القرم سيعكر دائما العلاقات الروسية الأمريكية والعلاقات الروسية الأوروبية، فبالتالي سيكون أيضا هذا من القضايا التي ستثير وستولد الحرب الباردة بطريقة أو بأخرى. استياء روسيا الأخير مما اعتبرته محاكاة لضربة نووية أمريكية ضدها يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين القوتين النوويتين، آخرها أزمة المهاجرين على الحدود الأوكرانية التي تنفي موسكو أي علاقة لها بالأزمة، كما زادت التحركات الأمريكية في منطقة البحر الأسود التي تحظى باهتمام كبير من قبل روسيا في اتساع الهوة بين الدولتين العظميين. التطورات الأخيرة تأتي في وقت وجهت فيه موسكو أصابع الاتهام إلى كل من واشنطن والناتو باستفزازها من خلال إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، إلى جانب التدريبات العسكرية لحلف الأطلسي بالقرب من حدودها.